السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، جيت نشارك معكم الطاجين بالكفته بالسردين. نتمنى من الله يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، مبروك عواشركم والله يكمل عينه عليكم سيدي رمضان بخير وعلى خير، وعيدنا وعيدكم مبارك، ونتمنى من الله الصحه والسلامه وطول العمر، ويقبل منا هذا سيدي رمضان ان شاء الله، يتقبل منا ومنكم الأعمال يا ربي يا ربي وجميع المسلمين. ونتمنى من الله يعجبكم الفيديو إن شاء الله من الأول حتى الأخير، تابعوا شاهدوا من الأول حتى الأخير باش تفهموا الطريقة كيفاش درت ليه الطاجين بالكفتة ديال السردين. ثم تشوفوا التوابل، عندنا التحميرة، شوية السودانية، الخرقوم، الكمون، سكين جبير، والابزار، هانتوما تشوفوا الملح خلاص، المهم على حسب الذوق، والربيع قصبوا المعدنوس، والثومة تحكوا عليه، والروز راكو شتو الروز سلقتو في الماء مع شوية الملحة، ودرتو مع الكفتة ديال السردين، ونتمنى من الله شوية الخل والحامض، ونتمنى من الله يعجبكم. هانتوما تشوفوا الطريقة كيفاش درت ليه، وخليتو تنوجدوا الطاجين البصله، ديروا ليه البصله، ها هو الطاجين ديالنا، البصله صلدناها، الثومه وتنحكوا لها الثومه، ثم مال الخير كل راه خير في دارو. نقول نشاركوا معكم الفيديو، ومطيسه لاصوص حكيتها، وفيها القزبر فوق منها، والملحه ملحة، والمهم العطرية ديالها راكو عارفين، التوابل الابزار الكمون والخرقوم والسكين شوية سكين جبير، ونديروها تسحر، ونديرو فوق منها الكفتة ديالنا ان شاء الله، نصاوبو الكفتة ونديروها حتى نكملو الكمية ديالنا كلها، ونديروها فوق من البوطة. هانتوما تشوفو مالي الخير، بغيتو ديروها صغيرة ديروها، بغيتو ديروها كبيرة ديروها، المهم نتوما اختيار ديالكم. انا ما درتها ما كبيرة ما صغيرة، متوسطة، وانت تجي رائعة رائعة جدا والله. الا زعما نتوما مالين الخير مع رمضان تبارك الله، تتجي زوينة زعما، تتشهيك نيت لا في المذاق ولا في الشكل ولا في كل شيء، وفي الطاجين تطيبها، في الطاجين الطاجين راكو عارفين الطاجين ديال الطين، الماكله ديالو بنينه ولذيذه، تيجي فيه داكشي رائع. ايوا درنا الفطور، نتوما مالي الخير، وشويه زيت البلديه، وشويه زيت هذا، شويه ديال زيت الاخرى العاديه، وواحد الحاره، وقزبر ومعدنوس، وشويه الزعتر تديرو فوق منها، زعتر خلاص راه تنديرو حتى في ديك لاصوص ديال مطيصه، والزيتون تنديروه تزيين فوق من الطاجين ديالنا حيت تيطيب، وهذا عاوتاني الحوت ديالنا خرجه تنديرو وحده فوق من وحده، ونديرو فوق منه ديك العطريه او ديك سرموله، وتنديروه في الفران، تنطيبوه في الفران. ثم مالي الخير راه مشاركاه معكم ومعاوده خلاص، ما داكشي باش ما وريتلكمش، ما وريتلكوش من الاول. ثم مالي الخير، والله يسر امورنا واموركم، نتمنى من الله تساعدوا الفيديو، نتوما تشوفوا الطاجين ديالنا هو طاب، نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ويجيكم خفيف ظريف على قلوبكم، وتشاهدوه من الاول حتى الاخير، وتنديروا ليه الزوتينات نصوبوا به الزينة ديالنا. وانتم مالي الخير، ونتمنى من الله تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، انتم تشوفوها وطرت لينا الطاجين على السليضه ديالنا بالخيار ومطيصه وشويه ديال القزبر وشويه ديال داك الخل اللي بغا اللي ما بغاش ما يديروش، شويه ديال الابزار والكمون، ما بغاش يدير غير الملح و يقدمو. ثم مالي الخير، الطويزانه ديالنا الله نتمنى من الله تساعدوا الفيديو من الاول قلت لكم حتى الاخر، ويجي خفيف ظريف على قلوبكم،
تردوا عليا الخبر على الطويزينه ان شاء الله. والله الا هي الشوفه ديالها تتشهي، نتمنى من الله تعجبكم وديروها ان شاء الله، وديروا لي واحد التعليق زوينين زوينين، واحد لايك، والله يجيني يومكم وبكم باش نزيدو لقدام ونزيدو نديرو الفيديوهات ونتشجعو. ايوا هاد العصير ديالنا تما مالي الخير نقدموه مع طوزنا ديالنا والصليضة، و داك الشيء غير بسيط، وانتوما مالي خير كل راه خير وفي دارو. بغينا نشاركو معكم الفطور ديال سيدي رمضان، الله يقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، تقبل منا الصلاة والصيام، وحشرنا وحشركم في زمرة خير الأنام يا ربي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دينا دابا نطحنو العصير ونقدموه لكم إن شاء الله، نقدموه في كويسات. إيوا تبارك الله عليكم، كل راه خير وفي داروك، ونتمنى من الله تساعدوا الفيديو من اللي قلت لكم من الاول حتى الاخر، باش تشوفوا الطريقه ديالي اللي درت في الطويزينه، خفيف ظريف هذاك الشيء. وشكرا لكم على المتابعه وعلى التشجيع ديالكم، تتشجعونا الله يجزيكم بخير، وشكرا بزاف بزاف بزاف، الله يزين ايامكم. وهالعصير نطحن دابا نشالين ان شاء الله ونقدموه في الكويسات، ونوريو لكم الطريقه ديالنا ان شاء الله اللي درنا ان شاء الله. او داك الشيء خفيف ظريف، ثم مالي الخير الحريره راه شاركناها معكم. اما العصير ديالنا هو نقدموه في كويسات، ثم مالي الخير. شكرا لكم على التشجيع ديالكم وعلى المسانده، والسلام عليكم حتى الفيديو اخر. ونتمنى من الله هذا الفيديو تساعدوه تشجعوني ان شاء الله، تشجعوني وتزيدوا تشجعوني بكم باش نطرح الفيديوهات وتنزيد لقدام. الله يزين ايامكم ويسر اموركم وعواشركم بركة، وتكملوا سيدي رمضان بخير وعلى خير، ويلقاكم سوا ان شاء الله في صحة وسلام ان شاء الله يا ربي، وحنا وليداتنا وليداتكم وليدات المسلمين اجمعين بالسلامة، الله يعاونكم. الله يسر امورنا واموركم وامور المسلمين اجمعين. وانتم تشوفوا الطاجين ديالنا رائع رائع جدا. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.